النهارده دكتور احمد سامي، اخصائي جراحه الفم والاسنان، ماجستير طب اسنان اطفال جامعه طنطا. اليوم هيكون كلامنا عن كيفيه غسيل الاسنان بالطريقه السليمه. للاسف معظم الناس عندها جهل بالطريقه السليمه لغسيل الاسنان. طيب اليوم هنتكلم عن ده باختصار شديد. هنستخدم اي نوع من انواع الفرش، يكون نوع موثوق طبعا فيه، يكون حاجه مضمونه، من يعني هنشتريها من مكان يكون مضمون. هنحط عليها جزء بسيط جدا من معجون الاسنان وابدا ان انا امشط اللثه بتاعتي فوق الاسنان. ده الفك العلوي، لازم نحفظ الكلمه دي كويس قوي. هنمشط اللثه في اتجاه الاسنان بالطريقه دي. ده الفك العلوي يا جماعه كده، ومن ناحيه جوه نفس الكلام. وضعك الدروس بالطريقه دي. الفك السفلي هيكون نفس الطريقه، هنمشط اللثه في اتجاه الاسنان بالطريقه دي ومن جوه. وضعك الدروس في الاخر بالطريقه دي. اما بالنسبه للي يقول لك هنغسل بالطريقه الدائريه ويمين وشمال والكلام ده، ده كلام ما هوش مظبوط تماما. والطريقه اللي انا اتكلمت فيها دي الطريقه المعتمده من منظمه الصحه العالميه. وفي النهايه انا بشكر قناه زهره العرب على مجهودها في التنميه المجتمعيه في كافه المجالات، وبشكركم جميعا.